بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. ثم ما بعد، في هذه المحاضرة سوف نتطرق إلى شرح النيوكليك أسيد وتركيبه. هذه المحاضرة سوف نقسمها إلى 5 محاور رئيسية. أولا سوف نتحدث عن تركيب جسم الإنسان، في ماذا يتركب، ما هي العناصر أو الكومباوند التي تدخل في تركيب جسم الإنسان كمركبات حيوية. ثم نتطرق ونتعرف على ما معنى نيوكليك أسيد، وكذلك الفرق بين الدي ان اي والار ان اي، انواع النيوكليك اسيد. ثم نتطرق الى التركيب والوحده الاساسيه لتركيب النيوكليك اسيد، ونشرحها بالتفصيل. مكونه من 3 مركبات، الذي هي جروب فوسفات، وكذلك البيس نيوتروجين وشوكرز. ثم نتطرق الى شرح البريمال ستراكشر للدي ان اي عند ار ان اي، وكذلك السكندري للدي ان اي والهاير ستراكشر للدي ان اي. هذه المحاضرة بتكون سلسلة من الأحداث، يعني سلسلة من الأحداث المتتالية في تركيب النيوكليك أسيد. أولا، المحور الأول، جسم الإنسان يتركب من عناصر، تتركب من عناصر مختلفة. نسمي هذه العناصر بايو مولكيوليز، يعني بايو حيوي، وكذلك مولكيولي جزيئات حيوية. أصغر هذه الجزيئات الحيوية ما يسمى بالإليمنت. الإليمنت هذا كما تعرفنا فيما قبل، أن الإليمنت هذا هو أصغر نوع من المادة. لما أقول مادة هنا، أي شيء له كتلة، ماس، مادة أي شيء له كتلة. فهنا أصغر أشياء لها كتلة هي الإليمنت، التي لا يمكن تكسيرها إلى أصغر منها بواسطة التفاعل الكيميائي. فهذه ما يسمى الإليمنت. يتركب جسم الإنسان من 5 بايو مولكيوليز، وهي الدي ان اي الذي نسميها الدوكسي رايبو 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 نوكليك اسيد، وكذلك الرايبو نوكليك اسيد الذي ار ان اي، وكذلك البروتين والكربوهيدرات والليبيد. الدي ان اي لماذا سمي، ما الفرق بينه وبين الار ان اي؟ ان في ذرة السكر فيها اكسجين، وهذا منزوع الاكسجين. الدي ان اي منزوع الاكسجين نسميه دوكسي رايبوز نيوكليك اسيد، وكذلك الار ان اي هذه الرايبوز يعني سكر الرايبوز، ان اي الان نيوكليك، وكذلك الاسيد البروتين والكربوهيدرات والليبيد. هذه الجزيئات الحيويه التي تدخل في تركيب جسم الكائن الحي. الان نتعرف على ما هي الوحده البنائيه، ما هي الوحده البنائيه او اليونت ستراكشر لهذه المركبات. الدي ان اي دوكسي نيوكليوتايدز، يعني بتركب لنا مجموعة فوسفات، وكذلك ريبوز منقص الاكسجين في ذرة الكربون الثانية، وكذلك قاعدة نيتروجينية البيس نيتروجين. الار ان اي هنا اختلاف فقط في السكر، مجموعة السكر اللي هي الريبوز غير منقص الاكسجين في ذرة الكربون الثانية، ريبو نوكليك اسيد. البروتين هنا امينو اسيد، وكذلك الكربوهيدرات مونو سكاكرايدز، وكذلك الليبيد فاتي اسيد. هذه الوحده البنائيه، اي اصغر شيء لا يمكن، اذا كسرناه الفاتي اسيد فانه ما بيعطينا الليبيد، بيعطينا عناصر اخرى ليست مكونات الليبيد. وكذلك المونوسكاكارايد اذا كسرناه لا يعطينا مكونات الكربوهيدرات، وكذلك مع الار ان اي والبروتين والدي ان اي. وده ماذا يعني النيوكليك اسيد؟ النيوكليك اسيد يعني مركبات عضويه تصنع كربون هيدروجين اكسجين نيتروجين فوسفات. هذا اي مركب كيميائي، اي مركب عضوي كيميائي يتكون من هذه العناصر فهو نيوكليك اسيد. النيوكليك اسيد يتم انتقاله من الاباء الى الابناء، يعني نسخه من الاباء الى الابناء. فالنيوكليك اسيد هذه هي حامله للشفرات الوراثيه، وهي اساس الوراثه، اي الوراثه للطول. هنا انتقلت من الأبناء إلى الآباء. من هو الذي حمل هذه المعلومات أو الشفرات الوراثية لهذه الصفر الوراثية؟ هو النوكليك أسيد اللي بتواجد في الدي إن إيه، وكذلك الآر إن إيه. الدي إن إيه بتركب لنا من عدة جينات، وهي الوحدة البنائية للجينيتيك ماتيريالز، يعني الذي هي تحدد لنا الخواص الكيميائية لأي جسم إنسان أو غير الإنسان، صفاته الوراثية، صفات الطول، صفات لون البشرة، صفات لون العين، وكذلك الصفات الداخلية أو الخارجية. هذا معنى ماذا يعني نوكليك أسيد.
الآن لدينا نوع من النوكليك أسيد، أو النوكليك أسيد بتكون لنا من يعني البناء الأساسي للنوكليك أسيد، وهي أولا النوكليك أسيد هذه أو النوكليتايد هي الوحدة البنائية للنوكليك أسيد، كما الفاتي أسيد الوحدة البنائية للليبيد، وكذلك الأمينو أسيد للبروتين. هنا النوكليك أسيد أو النوكليتايد هي الوحدة البنائية للنوكليك أسيد. النوكليتايد أولا بتكون من لنا من فوسفات جروب، وكذلك دوكسي رايبوز، وكذلك بيس اللي هي بيس نيتروجين. هذه مكونات النوكليك اسيد، مكونه من ثلاث المركبات يعني ثلاث العناصر الاتيه، المركبات الاتيه اللي هي دوكسي رايبوز اي ذره الكربون الثانيه، ذره الكربون الثانيه منقصها للاكسجين، سوف نتطرق اليها فيما بعد ان شاء الله، او سكر خماسي، وكذلك فوسفات جروب، وكذلك نيتروجين بيس. ما هي الاختلافات بين انواع النوكليوتيد؟ الادينين والجوانين، وكذلك السيتوسين والثيامين عند اوراسيل. الثيامين هنا بيتكون لنا في الدي ان ا، بينما الار ان ا يوراسيل. هذه الفرق بين الخيوطين الار ان ا والدي ان ا. الادينين بيتزوج لنا مع الثيامين او اليوراسيل، وكذلك الجوانين بيتزوج لنا مع السيتوسين عند تكوين هنا خيوطين، عند تكوين خيوطين. فالخيط الاول فرضا هنا قاعد النيتروجين الادينين، فما يقابلها في الخيط الثاني ثيامين. الخيط الاول جوانين، ما يقابلها في الخيط الثاني سيتوسين. وكذلك النوكليوتايد ترتبط مع بعض بواسطة ترتبط مع الشوغرز والفوسفات جروب. هنا في خيط واحد، في خيط واحد. الدي ان اه كما تعرفنا تحدثنا مما قبل انه دوكسي رايبوز نوكليك اسيد. هنا ذرة الشوغرز اللي هو السكر الخماسي، مجموعة ذرة الكربون الثانية منزوعة للأكسجين. هذه فوسفات جروب، هذه الرابطة التي بين اللي بين الفوسفات جروب والشوغرز، هذه القواعد النيتروجينية. فهنا الدي ان اي بيكون اولا دوكسي رايبوز يعني ذرة الكربون الثانية للشوغرز تكون منزوعة للأكسجين، بيكون دبل ستراند. دبل ستراند بينما الار ان اي وان يعني ستراند. كذلك هو الذي يحمل لنا الهيرديتي يعني الذي هي الصفات الوراثية أو الحاملة الوراثية. نسمي هذا الخيط دبل هيليكس، دبل هيليكس ستراند. الآر إن إيه بخلافه يعني أن ذرة مجموعة الشكر هنا ذرة الكربون الثانية لديها أكسجين، وكذلك يحتوي على اليوراسيل بهذه القاعدة النيتروجينية، وهنا بيكون سنجل ستراند، بينما هذا الدي ان اه دبل ستراند. لدينا ثلاثة انواع مختلفة في الار ان اه، وهي الريبوسومال اللي تتواجد في الريبوسوم الذي وظيفته بناء البروتين، والترانسفير الذي نقول لنا اثناء عملية الترانزليشن الامينو اسيد الحرة في السيتوبلازم لتصنيع البروتين، وكذلك الماسنجر الذي يتم استنساخ فيه المعلومات الوراثية من الدي ان اه اثناء الترانسكريبشن. النيكوليك أسيد هذه أنواعها. الآن نتطرق يعني بتركيب النيوكليوتايد كما تطرقنا فيما قبل، وقلنا أن النيوكليوتايد بتكون لنا من ثلاث مركبات أساسية، وهي فوسفات جروب، وكذلك الشوغرز الذي هو الريبوس شوغر، وكذلك بيس نيتروجين. الآن نتطرق للبيس نيتروجين. لدينا بيرميدين، نوعين من البيس نيتروجين، بيرميدين وكذلك بيورين. بيرميدين وكذلك بيورين. هنا ايش الفرق بينهما؟ اولا الفرق الاول، البيرميدين يتكون لنا من ست ذرات كربون، ست ذرات كربون. البيورين بيتكون لنا من تسع ذرات كربون، خلاص تسع ذرات كربون. البيرميدين نلاحظ ان العدد الفردي يعني واحد ثلاثة خمسة، هنا في دبل باوند، اي عدد فردي دبل باوند، واحد ثلاثة خمسة دبل باوند، وكذلك في واحد وثلاثة الذي هي يعني العدد الفردي بتكون مجموعة النيتروجين. يعني لماذا سميت بيس نيتروجين؟ قاعدة بها عنصر النيتروجين. فهنا في دائما يعني دائما في البيرميدين أو البيورين الدبل باوند، وكذلك النيتروجين هنا في العدد الفردي يعني واحد ثلاثة خمسة.
5. نلاحظ هنا في البيورين في رابطة، يعني عند تعداد السلسلة في البرميدين بتكون من نيتروجين ذرة الكربون الأولى، بعدين الثانية، بعدين الثالثة، بينما في البرميدين بتكون من ذرة الكربون بالنسبة للثالثة. إذا كانت بالبرميدين ذرة الكربون الأولى هي ذرة الكربون الثالثة باسم البرميدين في البيورين. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. كذلك هنا في العدد الفردي دائما دبل باوند، نلاحظ 1 دبل باوند، 3 دبل باوند، 5 دبل باوند، 7 دبل باوند. وكذلك مجموعة النيتروجين في 3 1 و7 و9. الآن نستطيع أن بهذه القواعد رسم هذه البيس نيتروجين برميدين وبيورين بالتعرف على الاختلاف فيما بينهما. البرميدين معنا 3 قواعد نيتروجينية في البرميدين، أنواعها سيتوسين، ثيامين، يوراسيل، بينما البيورين هنا الأدينين وكذلك الجوانين. أي بيورين في الدي إن إيه عند تركيب الدبل ستراند للدي إن إيه، فالخيط الأول بيكون بيورين بيقابله برميدين، أي الأدينين بيقابله الثيامين وكذلك السيتوسين بيقابله الجوانين، برميدين بيقابله البيورين دائما. الآن نتدرج ونتعرف على الفرق بين البرميدين، يعني القواعد، أنواع القواعد في البرميدين، السيتوسين والثيامين واليوراسيل. نلاحظ في ذرة الكربون الأولى، ملاحظة في ذرة الكربون الأولى هنا جميعهم يحتوي على ذرة الهيدروجين، ذرة الكربون الثانية جميعهم يحتوي على مجموعة أو ذرة الأكسجين الذي هي دبل باوند ذرة الأكسجين، يوراسيل وكذلك الثيامين وكذلك السيتوسين. كذلك اليوراسيل والثيامين ذرة الكربون الرابعة بها مجموعة أكسجين، هذه الذي الاختلاف التشابه بين الثيامين واليوراسيل والسيتوسين. أما السيتوسين اللي بيختلف عنهم هنا بذرة الكربون الثالثة نيتروجين لا تحتوي على هيدروجين، بينما الثيامين يحتوي على هيدروجين وكذلك اليوراسيل يحتوي على هيدروجين. الثيامين بيختلف عنهما في ذرة الكربون الخامسة فيها مجموعة ميثيل CH3. هذه الفروق بين القواعد الذي هي البرميدين. أما البيورين، الأدينين نفس القاعدة حق البيورين فقط في ذرة الكربون السادسة، ذرة الكربون السادسة مجموعة أمين NH2، يعني نرسم نفس المجموعة، مجموعة البيورين فقط نضيف له في ذرة الكربون السادسة مجموعة الأمين. أما الجوانين هنا نفس القاعدة فقط في ذرة الكربون السادسة مجموعة أكسجين، بينما في ذرة الكربون الثانية مجموعة أمين. هذه يعني هنا لا هنا نتعرف على وجه التشابه والاختلاف نستطيع نرسم القواعد النيتروجينية. الآن المركب الأول في القاعدة النيتروجينية، المركب الثاني الذي هو شوكرز. أولا نتعرف قبل أن ننتقل إلى الشوكرز وتركيب الشوكرز، نتعرف يعني عندما يرتبط البيورين مع الشوكرز. أولا الآن البيورين البرميدين ذرة الكربون الأولى ترتبط لنا مع ذرة الكربون الأولى للشوكرز، بينما البرميدين عفوا أما البيورين ذرة الكربون التاسعة، ذرة الكربون التاسعة ترتبط لنا مع ذرة الكربون الأولى في الشوكرز بيكون لنا جزيمة في تكوين الرابطة. هنا الشوكرز معنا نوعين من الشوكرز، أولا كما تعرفنا فيما قبل الفرق بين الـ RNA والـ DNA، ناضج دوكسيرايبوز نوكليك أسيد وهذه رايبوز نوكليك أسيد. الـ RNA نلاحظ الـ RNA ذرة الكربون الثانية في مجموعة الشوكرز لديها أكسجين، لديها أكسجين، بينما ذرة الكربون الثانية للدوكسيرايبوز وانتزع الأكسجين. وذلك يعني لماذا هذه الريبوز منتزعة فيها الدي ان ايه ولا الدوكسي الريبوز منتزع فيها الاكسجين في ذرة الكربون الثانية بينما الريبوز لا ينتزع فيها الاكسجين؟ هذا يعود الى الوظيفة.
الدوكسيريبوز هنا يحملان الشفرات الوراثية، إذا في أكسجين فإنهم تحترق الشفرات الوراثية، بينما الريبوز هو عمله كعمل إنزيمي مساعدة في بناء البروتين، فهنا نحتاج إلى ثلاثة الأكسجين. النيوكليوسايد يعني تطرقنا إلى المحور الأول وتعرفنا على النيوكليوتايد ومركباته. فقط هنا مجموعة الجروب، فوسفات جروب، الفوسفات جروب ترتبط الفوسفات جروب مع الشوغرز، في ذرة الكربون الخامسة، بينما مع البيس نيتروجين في ذرة الكربون الأولى. النيوكليسايد هنا نتعرف على أنواع النيوكليسايد والنيوكليوتايد. النيوكليسايد تساوي على الريبوز، يعني الريبوز الشوغرز، وكذلك القاعدة النيتروجينية. فالنيوكليسايد عندما نأتي نسمي السلسلة في هذه النيوكليسايد، إذا تكونت النيوكليسايد، البرميدين دائما نضيف له في آخر الكلمة إيدين، أما إذا كانت القاعدة النيتروجينية من نوع البيورين فهنا أوسين. فنلاحظ هنا السيتوسين، أضفنا إلى، فعلنا مع الذي هي دي ريبوز ذرة الكربون الأولى، كولنا إيش الرايبو نيكلو نيكلوسايد اللي نسميه سايتيدين، بينما هنا هذه من نوع، برميدين، بينما البيورين هنا الأدينين. فعلنا مع الذي دوكسي رايبوز، فكون لنا دوكسي أدينوسين، أضفنا له في الأخير أوسين، هذه النوكليوتايد. بينما النوكليوتايد تتكون لنا من ثلاث المركبات الأساسية، الذي هم فوسفات جروب بترتبط لنا مع ذرة الكربون الخامسة للشوكرز، وكذلك بيس نيتروجين ترتبط لنا مع ذرة الكربون الأولى في الشوكرز. هذه أنواع النيوكليوتايد. لدينا نوعين من النيوكليوتايد، الذي دوكسي سيتوسين، وكذلك دوكسي سيتوسين عند فوسفيت، وكذلك يعني هذه ذرة الكربون، هذه المجموعة النيوكليوتايد في دي ان اي. اما اذا كان مجموعة مضاف له يعني اكسجين غير منتزع الاكسجين في ذرة الشوكرز فانه في الار ان اي. الآن نربط مجموعات من النيوكليوتايد، نربطهما بتكون لنا ستراند من البريمري ستراكشر للار ان اي او الدي ان اي. نلاحظ هذه نيوكليوتايد، مكونة من نيتروجين وكذلك شوغرز وكذلك فوسفات جروب. نريد أن نربطها مع نيوكليوتايد أخرى. الاختلاف هنا بين نيوكليوتايد ونيوكليوتايد فقط في البيس نيتروجين. نلاحظ بالنيوكليوتايد الأولى يوراسيل، النيوكليوتايد الثانية جوانين، النيوكليوتايد الثالثة سيتوسين، النيوكليوتايد الرابعة الأدينين. هنا عندما نربط النيوكليوتايد والنيوكليوتايد ترتبط لنا فوسفات جروب النيوكليوتايد الأولى مع الشوغرز في النيوكليوتايد الثانية، مجموعة فوسفات جروب في النيوكليوتايد الأولى مع الشوغرز في النيوكليوتايد الثانية، هنا يرتبط في ذرة الكربون الثالثة للشوغرز فوسفات جروب مع ذرة الكربون الثالثة النيوكليوتايد الآخر، وهكذا. هذه الفتحة نسميها من ثلاثة إلى خمسة، لماذا؟ لأني أول مجموعة فوسفات جروب ارتبطت مع ذرة الكربون الثالثة للشوغرز، بينما آخر فتحة خمسة، يعني ذرة الفوسفات جروب مرتبطة بالمجموعة الخامسة ذرة الكربون الخامسة للشوغرز، وهذه بنسميها الخيط، نسميه من ثلاثة إلى خمسة. هذا التركيب الاستراكشر الأولي للدي إن إيه والآر إن إيه. هنا الآر إن إيه بتكون لنا كما تحدثنا فيما قبل انه من ستراند، يعني سنجل ستراند. اما الدي ان اي، ناتي في تكوين الدي ان اي. اولا ربطنا النوكليوتايد مع نوكليوتايد كون لنا ستراند من الار ان اي. الان نربط ستراند مع ستراند بيكون لنا دبل ستراند من الدي ان اي. البريمين ستراكشر للدي ان اي بيس نيتروجين وسكر وكذلك فوسفات، بيكون لنا سلسله من نوكليوتايد
نربط السلسلتين او الاستراند بيكون لنا السكند سكندري ستراكشر للدي ان اه. هنا عند ربط الدبل ستراند نربط نيتروجين القاعدة الأولى بيورين من نوع البيورين مع القاعدة النيتروجينية في الخيط الثاني من نوع البرميدين، بيورين مقابلها برميدين. السيتوسين يرتبط هذا بيورين القاعدة الأولى في الاستراند الأول مع البرميدين في الاستراند الآخر وكذلك في طول الخيط. فالجوانين هذا بيورين بيربط لنا مع السيتوسين هذه من نوع البرميدين بيرتبط بثلاث روابط هيدروجينية. هذه الروابط الهيدروجينية سهلت التكوين وكذلك سهلت التفكك، وسوف نتطرق في يعني لهذه المعلومة في إن شاء الله في شرح الريبليكيشن. والأدينين نوع البرميدين أو البيورين مع الثيامين من نوع البرميدين برابطتين هيدروجين وهكذا يكون قد ركبنا السكندري ستراكشر للدي ان اه، ونسمي هذا السكندري ستراكشر نسميه الدبل هيليكس ستراند من الدي ان اه. الان نكون الهاير ستراكشر اوف دي ان اه. الدي ان اه بعد ما ربطنا الخيطين بقواعد نيتروجينيه بروابط هيدروجينيه الان كونا دي ان اه يعني دبل هيليكس دي ان اه. الدي ان اه هذا نلاحظه طوله 2 نانومتر دي ان دبل هيليكس دي ان دبل هيليكس استراند. هنا نعمل له كولويد يعني لفه فبيكون لنا بعد اللف بيكون لنا ما يسمى بالهستونز بروتين هستونز. هذا الهستون بيساوي لنا او طوله بيساوي 18 نانومتر. هذا الهاير ستراكشر الاول دبل هيليكس بيساوي لنا يعني طوله 2 نانومتر، لفيناه كون لنا ما يسمى بالهستون 18 نانومتر. هذه الهستونات اللي طولها 18 نانومتر، الهستونات هذه تلف بتكون لنا ما يسمى السيلينويد اللي 6 نيكلوسومز بير تيورين 6 نيكليوسوم بيرتيورين. هذه طولها 30 نانومتر. السيلونويد هذا نلفه سيلونويد لنلفه على ماتريكس بيكون لنا لوبات كحبل لوبات. هذه طول اللوب الواحد طولها 250 نانومتر الماتريكس نجعلها بشكل دائري الآن بيكون لنا ما يسمى بالكروموسوم. هذه الكروموسوم تحتوي على كم لوبات؟ 18 لوب. لو نأتي نعد اللوبات في هذه الكروموسوم بيكون لنا 18 لوب. طول اللوبات هذه في الملتفة حول الماتريكس بتكون 48 نانومتر. الآن مجموعة من الماتريكس وهذه اللوبات 18 بتكون طولية بتكون لنا ما يسمى الكروموسوم الذي طول كل خيط منها 840 نانومتر. الآن ركبنا الكروموسوم الذي هو الهاير ستراكشر من الدي ان اه. الكروموسوم هذه او الجينات الدي ان اه مولكيولز بيحتوي لنا على ملايين من النوكليوتايد بينما الار ان اه بتحتوي على 1000. لماذا؟ لأن ال RNA فقط بيحتوي لنا من خيط واحد دبل ستراند، بينما ال DNA خيطين بعدين لفينا كونا هستون بعدين لفينا كونا سيلينويد بعدين لفينا كونا لوبات وكونا الكروموسوم. فطبيعي ان ال DNA يحتوي على كثير من النوكليوتايد. ال DNA بيحتوي على كروموسومات من النوكلياس. الكروموسوم يعني الكروموسومات تكون مختلفة في ال DNA في الكروموسومات هنا في داخل النوكلياس بتكون عددها الطبيعي 46 كروموسوم في الخلايا الجسدية، بينما الخلايا الجنسية بتكون 23 زوج من الخلايا الجنسية في الخلايا الجنسية. فعند تكوين
ما يسموها الجرثومة بتكون 23 بيرز، يعني 23 بيرز من الكروموسوم من الأم و23 من الأب. الاختلاف بين الدي ان اي والار ان اي نتطرق اليه هنا في القواعد النيتروجينية، ان الار ان اي بيكون يراسل بدل الثيامين، بينما في الشوغرز بتكون دوكسي رايبوز فترة الكربون الثانية للشوغرز. ما الخيطين؟ الدي ان اي خيطين والار ان اي خيط واحد. الار ان اي بيكون اصغر من الدي ان اي. الآن الاختلاف بين الـ DNA والـ RNA من حيث الـ function. الـ RNA molecules لدينا ثلاثة أنواع من الـ RNA: ريبوسومال، ماسنجر، ترانسفيريز. الريبوسومال هنا بتكون لنا، أو الريبوسومال هنا الذي بتصنع لنا البروتين في داخل الريبوسومز، بينما الماسنجر هنا الذي تنقل لنا المعلومات الوراثية من الدي ان اي فيما يسمى في عملية ترانسكريبشن والترانسفير. ار ان اي بنقول لنا الامينو اسيدز الحرة في السيتوبلازم اثناء تصنيع البروتين. الفانكشن اوف دي ان اي هنا بيعمل ريبليكيشن، يعني اعادة استنساخه اثناء السيل ديفيجن، وكذلك بيحتوي او بيخزن لنا المعلومات الوراثية. هذه الفروق تكوين التكوين الاولي والثانوي والثالثي لل الدي ان اي ستراكشر. هذه الفروق بين الدي ان اي ومع الدي ان اي. وهنا عدد الكروموسومات داخل النوكليوس في الخلايا الجسدية وكذلك الخلايا الجنسية. إلى هنا قد يكون شرحنا البداية أو الانترودكشن لتراكيب الدي ان او الار ان وكذلك نيوكليك اسيد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.